بالظبط، حاسه ان بسرعه قوي. سرعه ايه؟ ده انا وجدك اتجوزنا بعد ما عرفنا بعض ب40 يوم. بالظبط، انا برضو فكرت في كده يا جوجو. وحياتك لو كنت فكرت كنت قلت لا، بس هو كده حلاوتها في حموتها، وكان احسن قرار خدته في حياتي. هو في ايه يا ماما؟ وايه اللي في ايه؟ ما دام بيحبوا بعض تستنى ليه؟ يتعرفوا على بعض. هو في حاجه بتيجي خبط لازق كده في ظروفهم دي؟ مالها ظروفهم؟ ما ظروفهم احسن من ناس كتير قوي. وبعدين ايش فاهمك انت في الجواز؟ لا بقى انا اعرف واعرف واعرف عن الجواز. انت بقى ايش فاهمك انت في جواز اليومين دول؟ يا سلام، هو في فرق بين جواز اليومين دول وجواز مش اليومين دول؟ فارس ازيك؟ الحمد لله. انت ازيك يا نادين؟ معلش انا جيت لك في ميعاد من غير ما اقول لك. لا ولا يهمك، بس بصراحه كنت عاوزك في موضوع مهم بالنسبه لي. اتفضل. قلت لهم 100 مره يرشوا المكتب قبل. لا معلش، ممكن ما تقتليهاش، هي طارت عيل واحده. ايه ده؟ معلش اصلي ما بعرفش اشوف اي مخلوق بيتاذي. تغيير زين خالص. ده حقيقي، عشان كده كان بقالنا سنين ما بنتكلمش وما نعرفش حاجه عن بعض. وبصراحه هو ده الموضوع اللي انا جاي لك عشانه. نادين، انا عارف ان انت وزين كان في ما بينكم علاقه، وصدقيني انا ما بحكمش عليكي، ده شيء ما يخصنيش. انا الموضوع كله في ان انا معرفش حاجة عن زين بقالنا سنين، كان نفسي أعرف عنه أي حاجة وأتكلم مع حد كان قريب ليه في أيامه الأخيرة، يقول لي هو كان عامل إزاي، أعرف عنه أي حاجة مش أكتر. الحمد لله لقيت أهو. هي إيه يا جوجو اللي لقيتها؟ المجلة دي فيها مقالة مهمة أوي، اقري كده. اختبار كيف تتأكدين من شريك حياتك. ايه يا ماما العبط ده؟ ثانيه بس يا ماما، ثانيه بصراحه في اسئله مهمه. يعني السؤال الاول، هل يقوم شريك حياتك بتوصيلك الى عملك؟ هل السؤال بقى التاني بقى. في سؤال تاني اهم. هل يقوم شريك حياتك باعطائك مصروف؟ انا الحق عليا هات يا بت، احنا بنتكلم معايا. بس يا ماما ده السؤال الاولاني ده مهم جدا. هل يقوم شريك حياتك بتوصيلك الى عملك؟ هل يقوم؟ انا أوه؟ لا لا يقوم بتوصيلي الى عملي، لانه صاحب عملي وساكن جوه عملي. اه شفتي بقى، انتوا بتتريقوا انتوا الجزء. والله انتوا قلالات الادب وما انتوش فاهمين حاجه. طب فهمينا. طيب سيبك من كل الكلام المكتوب ده وتعالي نشوف الاسئله دي بشكل تاني. هل يقوم بتوصيلك لعملك يعني هل بيخاف عليكي؟ انا برضو بيخاف عليا. طيب السؤال التاني بقى، هل هو بيساعدك تعملي اللي بتحبيه؟ طب السؤال التالت بقى وده مهم قوي، يا ترى هو يعرفك بجد؟ نادين. هاي رامز، ازيك؟ انا عارف كويس قوي انت بتعملي ايه. انت كنت مستناني ارجع عشان ترفديني قدام الناس كلها، صح؟ لا طبعا، هو انا عبيط عشان اعمل كده؟ أرفدك وديك الشرط الجزائي؟ انت هتشتغل بس بطريقتي أنا، إلا بقى إذا كنت عايز تستقيل فده براحتك طبعا. بعد إذنك يا رامز. أصعب إحساس بجد اللي دلال حاسة بيه دلوقتي. دلال بقالها فترة مش متزبطة، دايخة، بطنها مقلوبة. أنا آسف جدا، بس بجد في حاجات في الشغل كتير لازم أخلصها. أنتي زعلانة؟ لا مش قوي. زعلانة بس مش قوي يا شادي. طب قولي لي كنتي بتقولي إيه؟ كنت بقولك إن إحنا عندنا ميعاد مع الدكتور بعد بكرة. طب خلاص تمام، أعدي عليكي أعدي عليكي ونروح مع بعض. شادي أنت كويس؟ أنا تمام، بس عندي مشاكل كتير في الشغل. نادين عايزة تعمل حفلة ولسه مش عارف أجيب مين يغني. بس يعني مش زعلان مني مثلا؟
لا خالص. ولا مثلا بسبب ان انا قلت لك نأجل موضوع الجواز شوية؟ لا طبعا انا فاهم يا فرح، انا فاهم. فرح هنا برضو حاول تصدق. اوكي بس مش قوي. وعايز هنا بقى اعمل لك فسقيه صغيره كده في وسط الجنينه نربي فيها اسماك القرش الصغيره دي اللي بيبيعوها تحت الكوبري في البساتين، والتلات حمامات دول نفتحهم على بعض ونحط جاكوزي، نحط فيه جاكوزي كبير كده اهوت عشان يعمل تدليك للقطنيه والعصص. ايه رايك؟ حابب افكركم ان ماجد ودلال قرروا يتجوزوا بجد المره دي، وبقالهم اسابيع بيدوروا على عيش الزوجيه. هو حلو قوي اللي انت بتقوله ده، بس انت مش شايف ان الفيلا دي هتبقى كبيره علينا قوي احنا الاثنين؟ لا طبعا مش كبيره ولا حاجه، دي مناسبه جدا. اخيرا اتفقنا على بيت. انا اكتر حاجه تهمني ان انت تكوني مبسوطه وان فيلتي تبقى اكبر من فيلة سليمان عز. خليه بقى يموت بغيظه لما نزل الصور دي على تويتر ويعرف ان البيت بتاعي اكبر من بيته، هيجيله تصلب شرايين. ماجد انا حقيقي مش مصدقه ان احنا اخيرا هنعيش مع بعض. صحيح بالمناسبه انت جبتيها زي لنينا دي اتبسطت بشكل. والله بقى تقعدي معايا تقعدي لوحدك انت حره، وانا كنت فاكراها هتضرب معايا خناقه الرب السما. لا 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 اني انا بتحبني استحاله كانت تعمل كده. ايه ده يا نهار اسود؟ في ايه يا نهار اسود؟ ماجد في ايه؟ الفولورز بتوعي عمالين يقلوا. طب وايه المشكله بتحصل يعني؟ لا بس مش بالعدد ده ومش بالسرعه دي، اكيد في حاجه غلط. اهو قال مش عاجبهم أدائي في مسلسل زلزال الدم، بيقولوا إنه كان أدائي مش واقعي ومش طبيعي ومنزليني صورتين وأنا مش عارف أسوق الحصان. بصي أنا لازم أعمل حاجة، أنا لازم أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. هتعمل إيه يعني؟ هتنزل صورك بالبيكيني؟ لا دي عملتها قبل كده مش عايز أكرر نفسي. هنزل صورتي أنا وأبو، هنزل صورتي أنا وأبو وهعمل عليها هاشتاج أعز أصحاب. بس استني الاول لازم اكلمه عشان اخليه يعمل الصوره ريتويت. ابو حبيب قلبي ازيك عامل ايه؟ ابص بقول لك ايه دلوقتي انا هنزل. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ بقول لك ايه مش جعانه؟ ميته جوع. طب ما تقومي تعملي لنا حاجه ناكلها. طب ما تعملي لنا انت يا قطه حاجه بايديك الحلوين. والله يا دلال ما قادره. امال انا قلت لك ليه؟ تقصى عليكي ده بدل ما تدلعيني قبل ما امشي. تمشي فين؟ وانتوا خلاص لقيتوا البيت؟ احنا لقينا البيت وهننقل قريب ان شاء الله. طيب كويس هايل. مبسوطة؟ اه طبعا مبسوطة. مش انتي مبسوطة؟ اه طبعا الحمد لله بس مش قوي. مالك يا فروحة؟ مفيش. حصل حاجة بينك وبين شادي؟ مش عارفة يا ماما، شادي متغير معايا ما بقاش زي الاول. وبصراحه يا فرح الراجل عنده حق، راجل اتقدم لك قصاد الناس كلها وانتي رفضتيه. ما انا عارفه بس انا عايزه كل حاجه ترجع زي الاول برضو. هترجع يا حبيبتي كل حاجه هترجع زي الاول، بس كل حاجه بتاخد وقتها. ان شاء الله كل حاجه ترجع زي الاول. مش مهم اصلا انا مش عايزه اشغل بالي بالموضوع ده، انا عايزه اركز في الكتابه. شادي كده كده مشغول وانا كمان.